This is our home. Standing on the same land. Breathing the same air. United among family and friends. To defend our home, our only home. With weapons and faith, we fight for our lives. As long as we stand in together, we can one day build a new home. Hope never dies. Join us. We are the Ravens. Repeat all survivors. Coordinates North 37.01 degrees. West. Ooh. اهلا بيكم فيديو جديد من قناتكم تشان جيمرز وولد معاكم محمود بيبو ومعاكم لعبه جديده، لعبه اسمها اندون. اللعبه دي في ناس كتير اتكلمت عنها وفي فيديوهات كتير نزلت عنها ولكن اللعبه نزلت رسميا امبارح. رسميا بقت السيرفرات شغاله وبقت الدنيا شغاله على مستوى العالم وكمان اللعبه دي بتتلعب على الموبايل وكمان على الكمبيوتر انا يمكن هلعب على الكمبيوتر عشان اسهل لي ولكن الناس تقدر تنزلها على الموبايل فكركم هدفنا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ان احنا نوصل ل 5000 مشترك فاي حد بيتفرج علينا مش دايس على زرار المتابعه يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس وطبعا شفنا الدخله بتاعه اللعبه ولكن خلينا نشوف آه قدام شويه ايه اللي هيحصل آه في الفيديوهات زي ما انتم شايفين كده يمكن آه اللعبه آه زومبيز في آه يمكن احنا لاحظنا في الناس اللي ما تعرفش اللعبه زي ما انتم شايفين كده الفيديو اللي قدامنا فيه زومز وفي حد بيحاول آه يجري يجروم عليه وفي مجموعه كانوا بياخدوا آه موارد من آه مكان موجود اللعبه من العاب آه الفيرست بيرسون شوتر تمام او آه هي يعني اف آه اس دي اللي هي انت بتبقى شايف الشخصيه من ضهرها وبتقدر تضرب ولكن هي مش بس كده هي لعبه سرفايفل ايوه لعبه سيرفرز انا عارف الناس بتحب هنا وبتحب ابقاء على قيد الحياه وزومبيز ونهايه العالم ولكن المنظور بتاعها مختلف الفكره نفسه مختلف اللعبه انا شايف ان هي هتبقى لعبه قويه جدا خصوصا بص ان هي بتتلعب على كروس بلاتفورم او ان هي بتتلعب على اكتر من حاجه على موبايل على تابلت لو عايز تلعبها على الكمبيوتر هتقدر تلعبها طبعا الجرافيك هتبقى مختلفه شويه التحكم هيبقى مختلف شويه آه زي ما انتم شايفين في آه مجموعه كبيره من الشخصيات وفيها كمان لعب مع آه مع بعض يعني فيها بي في بي, بي في بي في اي كتير آه في شخصيات رئيسيه واضحه في اللعبه هنتعرف عليهم اكتر وهنحاول نشوف كده اللعبه من جوه ايه آه اللعبة مش كبيرة، اللعبة حجمها مش ضخم قوي بالنسبة لألعاب تانية خصوصًا إن هي الجرافيك بتاعها حلو، آه الـ 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 الأرض بتاعها والـ والـ والمساحة اللي أنت بتتحرك فيها كتير، آه طبعا هنشوف ايه الخصائص اللي موجوده اكتر جوه اللعبه اول ما نبدا يمكن شفنا كده ده فيديو بيشرح حاله من الحالات اللي موجوده قبل ما نبدا كده خلونا نبص ان هي فعلا هي ابتدت يوم 15 ده الموقع بتاعها آه هو الموقع بتاعها اندون آه دوت كوم آه زي ما انتم شايفين هنا الخريطه عشان بس نفهم الشخصيات اللي موجوده في مجموعه اسمها كلاونز وهنا بيشرح ايه الكلاونز دول وان هما آه المجرمين السابقين هربوا يمكن من السجن وكمان مجموعة من الريفرز والايجلز ودول يمكن الايجلز هما رقم اتنين وهما جنود سابقين والريفرز دول مجموعة من اللصوص برضو والاول جانج دول في الاخر دول كانوا عصابة برضو كل واحد دلوقتي واخد منطقة وبيبتدي يتحكم فيها وبيبتدي يتحكم في الموارد زي ما انتم شايفين خريطة كبيرة جداً دي يمكن كل الخريطه اللي موجوده وتقدر في الاول هنشوف الخريطه وهنشوف كل واحد حاطط مستوياه او حاطط قدرته على التحكم في مناطق وفي مناطق ما فيهاش يعني في مناطق مثلا زي الجولدن ديزرت دي ما حد الحته اللي في النص ما حد آه فهنفهم آه قدام شويه انا حبيت بس اعرض لكم دي من جوه السايد بتاعهم عشان الناس برضو تبقى فاهمه ان الموضوع مش موضوع سيرفايفل آه وخلاص لا في عصابات وفي ناس متحكمين في مناطق يلا بينا نشوف اللعبه آه من جوه شك هيكون شكلها عامل ازاي آه طبعا آه في ناس في يعني في اوريدي ناس لعبت قبل كده ولكن دلوقتي ابتدوا ينزلوا يمكن مناطق هنا مثلا اول جنج الريجون سيرفر 3001 ده في اول جنج في هنا 3002 3003 4 و5 دول ريكومندد لينا انا هلعب في 3003 مش عارف هو اسمه ايه الصراحه ولكن يعني مش عارف صراحة ايه الفرق ما بينهم اه ومش واضح حتى ايه حتى الاسم بتاعه غريب جدا ما عرفش ده روسي ولا ايه اه فخلينا نبدا الـ الـ اللعبه نفسها نبدا من على السيرفر ده ونبدأ بأول حاجة بنعملها طبعاً مع أي لعبة إن احنا بن... بنكون الشخصية بتاعتنا، طبعاً الشخصيات فيها أولاد وبنات وفيها أشكال كتير تقدر تحطها، أه... ونبتدي نحكم كتير طبعاً أنا هحاول أعرض الحتة دي بسرعة شوية عشان تتخيلوا ن... بس معانا واحنا بنبص كده على كمية التظبيطات وكمية التعديلات اللي موجودة جوه اللعبة. متخيلين بس الشخصية نفسها أه... هنا طبعاً لو أنا محتاج إن أنا أبلود حاجة أو أعمل حاجة، أه... سهل ان احنا نجرب لبس سهل ان احنا في طبعا لبس كتير وهنشوف في حاجات طبعا جوه نقدر نشتريها وفي حاجات هنشوف نقدر نجيبها ازاي اكسسوارز هل بيلبس نظاره ما بيلبس نظاره هل الباك جراوند بتاعته عامله ازاي حتى في الصوره الصوره بتاعتك تقدر تختار باك جراوند عشان برضو البنات اللي بيلعبوا محتاجين مثلا الخلفيه تبقى بينك ولا حاجه يقدروا يخلوها بينك الاكشنز اللي هو بيعملها او الحركات اللي هو بيعملها بيعمل ايه آه هنا هو, هو بيستخدم الغراب وهنعرف ايه لازمه الغراب او آه عشان برده نبقى متعودين على اسمه هو اسمه ريفن آه طبعا ريفن بالانجليزي وهنفهم ايه مجموعة بتاعت الريفن بتاعه الريفن السايز بتاعه تخين رفيع حجمه آه عامل ازاي أه شكل الشخصية لما ندوس نيكست هنبتدي بقى نظبط فيه شكل الشخصية الجبهة عاملة ازاي جبهة عريضة جبهة طويلة المناخير طويلة الدقن عاملة ازاي شكل عينيه لون عينيه الحواجب بتاعته مرفوعة ولا يعني في تظبيطات كمية تظبيطات وناخد بالنا ان في كمان ادفانس يعني هو انت ممكن تتحكم فيها أه باسلوب قوي جدا انتوا كل ده بس تظبيط في الشخصية يعني احنا أه الشخصية نفسها عشان تكريتها طبعا هي مش فارقه كتير الشخصيه في اللعب نفسه ولكن عشان برضو الواحد بيحب الشكل حد يبقى شبهه وحد يبقى شخصيه شكله شكله اللي هيكمل بيه بقيه اللعبه يعني هو مش مش مجرد ان انت شخصيه وخلاص انت هتخش تلعب لا انت هتتعامل بيها في بقيه اللعبه فما تقدر تعمل اكتر من شخصيه او تقدر تخش على اكتر من سيرفر ولكن على الاقل ده الشخصيه اللي احنا بنستخدمها زي ما انتم شايفين تقدر تبعد عينيه عن بعض تقربهم تعليهم تخليه شكله شديد شويه تخلي شكله طيب وناخد بالنا ان الاختيارات هنا هتفرق معانا هل هنقدر نخش جوه مجموعات معينه او جوه زي ما انتم شايفين احنا شغل لما شفنا الخريطه في اربع جامعات وهنشوف الخمسه اللي هي الريفنز دي وهنشوف ريفنز دول مفروض مجموعه من الناس طيبه طبعا الشعر انا ما بحبش حاجات اللي فيها قزع وفيها حلاقه لحنه خلي الراجل شكله محترم بشعره كويس آه يعني آه تزبطات كتير اللي هيخش يبقى يظبط اللعبه يبقى يظبط اللعبه ولكن بمجرد ما بندوس انتر جيم فبيقول لي اكتب اسمك الاسم بتاع الشخصيه اللي انت هتلعب بيه طبعا انا هكتب بيبو انا بحب رقم 13 فبيبو 13 ولكن بحب اكتب ال 13 بي اللاتيني كده اكس تريبل اي وخلينا نشوف الفيلم ده عشان نبتدي نفهم ده الشخصية الرئيسية اللي احنا بنلعب بيها مش عارف انا لبسه نظارة مش عارف ليه ما نظارة ولكن ماشي هو ماشي على جسر طبعا ده الجسر الجولدن جيت بتاع امريكا وادي ريفن اهو من الريفن ال... وهنفهم ايه الريفنز ده مرة واحدة حد هدف حاجة على كبوت العربية الدنيا زي مولوتوف كده ولكن خفيفة ما انفجرتش جامد العربية بتبتدي تولع الراجل سايق عربية موستنج قديمة بينزل ولسه آه يا دوبك بياخد نفس ولقى واحد داخل بيضربه بي لقى اتنين اهم عايزين يسرقوه زي ما انتم شايفين عربات مكسره والدنيا مدغمغه واحنا مش فاهمين اي حاجه اصلا احنا اللعبه لسه بتبدا لسه مش فاهمين وقعوا على الارض وهيبتدوا آه خدوا منه السلاح كمان خدوا منه المدفع على الشجر بتاعه ولسه لسه بيبص عليه لا زومبي قام جاي هاجم على رقبته وابتدى زي ما انتم شايفين كده الزومبيز فيهم حاجه منوره تحس ان هو قلبهم بينور هو الراجل جري طبعا او احنا يعني الشخصيه بتاعتنا جريت ونط نط فوق ال العربيه ونط فوق الاتوبيس ال... ال... اللي موجود ده هو خد السلسله السلسله اكيد ذكرى مهمه جدا بالنسبه له ولقى الزومبيز كلهم واقفين حواليه لقى ريفن اهو بيجري خلاص ما قداموش الزومبيز قدامه والميه وراه اهم حاجه ان احنا نبقى بنعرف نقوم. نط في الميه هيعمل ايه؟ المهم ان احنا بنطلع بعد كده من الناحيه الثانيه ما جابش بقى هو عام ما جابش ايه اللي حصل ولكن هو ايه طلع هو وبيبتدي بقى يعودنا على الحركه في الاول خالص بنبتدي نبص على الشنطه بتاعتنا الشنطه اهي فنبتدي اه ناخدها طبعا اه اتمنى ان يعني اللي هيقدر يلعبها على الكمبيوتر بتاعي هتبقى احسن وفي التحكم هتبقى هتكون اقوى ما اعرفش اه يمكن عشان اللعبه واسعه والدنيا كبيره قوي فاعتقد ان التحكم فيها هيكون احسن من على الكمبيوتر لكن الزراير كتير اعتقد ممكن الموبايل يبقى التحكم برضو فيه كويس لان الصوره هتبقى كل حاجه قدامك بيبتدي نروح وراه هو بيعدني على مكان معين ويبتدي هنا طبعا دي الحته اللي في الاول كده انت الجهاز توب بيقول لك والله طب حاول توصل لاي حاجه سلاح او اي حاجه انت معكش اي حاجه بتلاقي في حد ميت هنا فبنحاول نسيرش معاه بنلاقي معاه مشيت تمام لقيت سلاح وبرضو لقينا زومبيز في نفس الوقت <تكلم> آه هنا عشان وانت بتلعب على الكمبيوتر عشان تقدر تتحكم انا مش مجرد انت ماسكه في ايدك ولكن انت مش تقدر تتحكم فيه مش تقدر تاخده آه بتدوس على الليفت الت اهو بيقول لك اهو ليفت الت وفاير مود تخش بقى الفاير مود السهم اللي انتم شايفين الـ الـ او السهم بتاع آه بتاع الماوس بيتحرك انا مجرد ما بدوس الت هو بيبتدي انا اللي بتحرك بالسهم نفسه وكده بقدر اخرج من ال ال يعني الالت بيدخلك في حاجه اسمها الفاير مود تمام يعني معلش مش عارف اشرح لكم قوي بس هو الالت بيدخلك في الفاير مود وبيخرجك منه فانت بتدوس على الالت تقدر تتحرك ولو مش عايز تتحرك او عايز تتعلم على حاجه فبتدوس على الالت تاني بيبتدي السهم نفسه او بتاع الماوس يبتدي يظهرلك لك عشان تقدر تتحرك لقيت علبه فاضيه للاسف فبتروح تدور على انت محتاج اكل محتاج برضو اتخربشت ونطيت في الميه وانت لسه عامل حادثه بالعربيه العربيه مغبوطه جامد يعني طيب هنبتدي هنا ناخد انتي uh, بادي او انتي anti, انتي ده يعني مضاد حيوي يعني او حاجة كده عشان تبتدي تشوف ال ال تبتدي تعالج نفسك uh, هنا بتلاقي في ورقة نوت كده حد كاتبها تمام والراجل ده بيقول ان هو او او الحد هو انا مش عارف هي غالبا بنت بتقول والله ان ال, اسمها هرمايا وبتقول ان هي الشنطه كانت تقيله وما كانتش عارفه تمشي والزومبيز وتاني يوم في الحاله فانا سبت حبه من الاسلحه موجودين في صندوق جوه. شكرا جدا حتى هو يعني انت بتشكرها بتقول لها شكرا للميه وبتخش تلاقي اه شوت جان وبتبتدي اه يبقى اول سلاح كده خدناه الشوت نبتدي اه نبرنش اه ريبلانش الامو انك تبتدي تزود الامو اللي معاك. تمام؟ حلو جدا. قال لك والله خلي بالك بقى عشان في زومبيز داخلين من وراك. فهنبتدي نضربهم بالشوت عشان نبتدي طبعا هندوس على الالت دوس على الالت اللي في فيه حاجه اسمها الفاير مود زي ما قلنا آه زي ما انتم شايفين كده آه الفاير مود هما في سته من الزومبيز هنا هما اللي موجودين فهنبتدي نقتلهم كده قتلنا السته تمام آه طيب يعني هو حتى بيتريق بيقول لك البندقيه شكلها قديم ولكن كويس انها شغاله هنبتدي نعمل ريلود آه ونبتدي نلف طبعا مع هنا الدنيا ابتدت تضلم فقام الكشاف معاه الكشاف فين محدش يسال الكشاف فين هو معلقه اكيد ولكن ابتدت الرؤيه توضح وطبعا وانا بجري العلامه اللي على علامه الايد كده الذراع اللي هو شادد ده بتاعتنا بيطلب مني ان انا اروح على حته تانية فهبتدي اروح وابتدي ادور على موتوسيكل زي ما انتم شايفين في زومبيز وهنا طبعا نقدر بقى ننشن الام الام سايد بتاعنا نبتدي نضربهم ناخد بالنا ان مش كلهم صراع لا في ناس سريعه في ناس بطيئه طبعا نعمل ريلود في اربعه هنا واحنا عايزين نروح الى المحطه اللي موجوده دي محطه اصلاحات اصلا او جراش كده كبير ونبتدي نشوف في موتوسيكل هنا فهنبتدي نصلحه آه هيصلح الموتوسيكل وتبتدي تركبه عشان تتحرك آه بيه من المنطقه اللي انت فيها وتبتدي تروح ناحيه آه منطقه فيها بني ادمين عايشين زي ما انتم شايفين في حرس كده حراسه واقفه مجرد ما بتقرب منهم هنشوف آه اللي بيحصل آه هنا اهو بص بسرعه وقال لك ايه اقف مكانك ستوب وقام نار على الارض عشان يوقف فانت فرملت بسرعه بس بالراحه يا عم في ايه كلهم رفعوا عليك بالراحه بس احنا ايه هنتفاهم انا يعني انا ولا جاي قصد شر ولا حاجه بيبتدي اللعبه من هنا وبتدي نلاقي حد فيه اسمه ماتيلدا زيز ريفن شولتر وبنبتدي نتعرف على مجموعه اسمها الريفنز الريفنز دي اللي هي غربان ونبتدي هنا نتكلم مع الشيلتر جارد او ال... طبعا ده ده معناه ملجأ فهو ده الملجأ ف... بقول له يا عم ما تضربش انا سبيدي يعني انا ما يعني انت بتضرب عليا النور دي يعني ماشي موتوسيكل اه بس انت شايف زومبيز بره يعني فده ملجأ. فبيقول لي لازم تيجي ويحصل لك انسبكشن الاول ونتاكد فتعالى معايا بعد اذنك ونبتدي نتحرك وراه عشان يعمل علينا كشف هو قال لي هيعملوا عليك انسبكشن ونعمل كشف طبعا هاجي اقف في الطابور لا كوسة مش هيوقفوني في الطابور عشان انا لسه جاي من بره، طيب خلاص هنبتدي نتكلم مع البنت دي اسمها اماليا وهنبتدي بقى نتعرف على الشخصيات اللي موجوده جوه بتقول لي طبعا اهلا في الشلتر بتاع الـ ريفنز بتطلب في الراديو بتاعها او في السماعه بتاعتها حد اسمه دكتور مايكل انه يجي هنا، طيب هنشوف مين دكتور مايكل اللي موجود بتقول لي مكانك اقف واستمع الى التعليمات بتاعت الظباط بنلاقي حد اسمه شيري جايه مع دكتور مايكل فبتكلمني نيو سرفايفل دونت بي نيرفس ذيس از ذا ريفن شيلتر ما تخافش الدنيا تمام هنا الدنيا امان دي طبعا بما ان انت اول مره في الشرطه فلازم نتاكد ان انت صحيا كويس وان انت مش معبود وانك ما فيكش حاجه لانك ممكن تخش جوه تتحول بعد كده لزومبيز فيبقى تاثر على الناس جوه طبعا الاختيارات هنا هو يمكن حتى بيقول لك اختيارات مش ملزمه قوي بالقصه او في حاجات ما لهاش دعوه بالقصه دكتور مايكل بتقول لك هو اللي هي هي هيبتدي يتعامل معاك او هتبتدي تتكلم معاه بحيث انك تعرف الـ 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 الاجراءات اللي هتحصل انا قال له انا اللي موجود الميديكال وما تخافش انا كمان بروح لاوت بوست وهنفهم ايه الاوت بوست دي بديهم الميديكال سبورت هو اللي موجود هنا وانت ببص عليك يعني مفيش حاجه خطيره ده انت في ايه حبه خرابيش في وشك بس فشويه ضمامات كده خفيفه وتستريح وما تخافش هتكون الدنيا تمام طيب بيطلب مني ان انا اتحرك معاه وشابتر 2 احنا كده خلصنا شابتر 1 شفتوا السرعه في الاداء انيو هوب نيو هوب ده اسم الشابتر او امل جديد هو اسم الشابتر وبيبتدي بقى وانا ماشي كده مع دكتور مايكل بيتكلم بيتكلم عليك قال لي بص انت مش متخيل المكان ده كان عامل ازاي احنا في الاول جينا لقيناه انقاض وانا فاكر الايام دي وبيقول بيقول يعني ان كين وشيري وكاسري الجرافيك مش حلو قوي للناس اللي هنا أه هم اللي بنوا الريفنز وخلوه شلتر للناس او خلوه ملجأ للناس عشان تبتدي تعالج وزي ما انتم شايفين في ناس بتبيع وخضار والدنيا ابتدت تبقى احسن وكمان عملوا منطقه يقدروا يستخدموها في الزراعه ورادارات اهو والدنيا وفيه هليكوبتر يعني ابتدوا يعني عملوا منطقه أه تأمن الناس وتقدر أه يستخدموها وبيقول لي يعني كاسرين هي اللي هي اللي عملت الكلام ده وهي ما بتتكلمش كتير ولكن وادي اطفالها هي بتلعب مع بعض يعني شيري قال لي انت بنوا مدرسه ويعني عملوا عملوا مجمع كامل نقدر نستخدمه جوه الريفن فبقول له انت فبيقول لي انت هتقعد هنا اتمنى ان انت تحبه و ده هنا المكان طبعا قبل ما ما ندخل جوه لازم نتكلم مع الدكتور نشكره طبعا هو قال لي خلاص كده انت تمام هم عالجوني ادوني علاجات يعني وطلبوا مني ان انا اطلع انام فهو هنا بيقول لي هو بيدور في جيبه كده بيقول لك ان هيز بوكيت وبيدور بيقول لك انت محتاج الديفايس ده ولكن هو مش لاقيه بيقول لك صحيح انا يعني ابتديت اعجز ااا او ذاكرتي ما بقتش واضحه قوي ممكن تلاقيه على في الأوضة جوه لما تلاقيه هتكتشف إن ده بيبص على كل الفيزيكال كونديشن بتاعتك على كل الحاجات اللي ان أنت بتستخدمها وبمجرد ما تعمل عليه ريجستر ويبقى بتاعك خلاص هيبقى مهم جدا يمكن ممكن يكون مهم أكتر من سلاحك حلو جدا المهم اسمها دكتور جيفت فهنبتدي نخش جوه نلاقي موجود جوه الديفايس اهو هو ده اللي موجود فنبتدي السرفايفل جادج وبمجرد ما بناخده آه بيبتدي آه يعمل initializing كده او بدء للعمليه بتاعته بيبتدي يعمل عليها سكان و آه نسيبه يخلص خالص بقى لان ده فعلا هو من الاجهزه المهمه جدا اللي هتبتدي تساعدنا بعد كده آه، ولودنج كومبليت خلاص فبيقول لك بقى ابتدي استخدمه من هنا من الجنب هنا هتبتدي ندوس عليه فلما ندوس عليه يبتدي يطلع لك كل الهيلث مونيتور بيطلع لك مثلا الحاجات اللي موجوده عند شخصيتك مثلا آه، او النظافه انت تمام الدنيا تمام كلين آه، كويس فريش اند كلين آه، محتاج انك الملابس بتاعتك كلين ولا لا آه، آه في مثلا البادي انت هنا الفيتنس نورمال البادي افريج طبعا في هنا المنتاليتي انت عامل ايه كالم ولا هادي ولا مش هادي فهو بيطلع لك حبه حاجات كتير عن شخصيتك في هنا برضو ادوات موجوده جواها هنبتدي نفهم احنا نستخدمها ازاي دي الاسلحه والحاجات اللي معاك فهو في كل حاجه يمكن اللي بتاعتك لو دوست على الاكسسوارز هنا هيبتدي يتمرن ولكن يعني هو مش وقت التمرين دلوقتي بيني وبينك فايه هنقف كده طبعا ممكن نريست آه كمان يقدر يخش حمام يقدر يغير لبسه ويقدر يغسل ي... ي... الهدوم وهنشوف يعني هنشوف الكلام ده فعلا هو بيديك حياه آه كامله هنا ل آه جوه اللعبه طبعا هنا بنشرب ميه فبيبتدي هنا ال, ال... الهايجين بتاعي او الدايهيدريشن ال... بقى بتاعي آه يعدي آه خلينا نخش هنا على حته ثانيه هو بيطلب مني ان انا اطلع فوق بقى وانام بخش آه استريح شويه ولكن الاول ناخد دش ناخد كده نخش نقعد فيه البانيو كده وياخد دش وقال لك يعني ها ده انا مبسوط ده انا بقالي قد ايه ما خدتش دش سخن الراجل ايه قاعد بيتمزق جدا المهم ان هو نضف تمام ف خلاص الدنيا ابتدت تلايل شويه فقرر ان هو ينام خلاص هو هينام على السرير وهنا حتى المهمه ستيفن بيد وبيعمل كات كده بيقطع وبيصحى بعديها زي ما انتم شايفين كده عدد السليبنج نايم تحت او بيعد تحت سيبوه يعد يعني خلوه بقى يصحى في الاخر خالص بعد ما يخلص بيصحى والراجل فاق بقى وبيجي هنا عند المكان ده فبيقول لك ايه آه تاب هنا على السرفافل جادج ده فتبتدي تقول المنتاليتي بتاعتك انت بقى عامل ازاي تمام اقول لك بص سوبر كده في الاخر هو الراجل سوبر يعني متزن كده الراجل هادي ده قال لك لا خلاص الراجل نام وصحي وخد دش وبتاع فيعني ايه فاق تحس ان هو فايق كده طيب خلاص هنروح نعدي الحته دي بيطلب منه ان هو آآ والله انا بطني وجعاني شويه فهخش الحمام هيخش التويليت بقى ريست يعني طبعا يعني كويس ان هم جايبين القطه مش جايبين حاجه ثانيه ماشي تمام طبعا احنا شفنا يمكن العاب هو برضو هنا بيحاولوا ان اللعبه تبقى حقيقيه جدا فبيجي هنا يبتدي يبص في المرايه فبيقول لك يعني كل ده ايه ده ده هدومي خالص وفي عليها طينه وتراب و... وحاجات كده فواضح كده ان اليوم كان مليء بالاحداث امبارح بس انا مش هقدر اعمل كده انا لازم ايه اغسل الهدوم دي طيب يعني كمان هنوصل ان احنا هنغسل هدوم بيطلب منك انك تنزل آه تحت آه هو بيقول انا شفت الغساله تحت وانا داخل من الباب بتيجي هنا عند الغساله وتقول له وش كلوزز فهو آه بيقلع هدومه وبيبتدي آه يلبسها آه ايه ده متغسلتش هو انا لو اتحركت هي لو اتحركت الهدوم مش هتتغسل فانا هنا هخلص الوشنج كلوزز يمكن آه هي بتتغسل في ثواني وابتدت الحاجه اهي تطلع المفروض آه انها هي نطفت يعني لان انا اوريدي كنت غسلتها اربع ثواني فلما غسلت عشر ثواني ابتدت تتعمل خلاص ما علينا كده تمام الهدوم آه نطفت هو ده المهم آه تمام ونبتدي بقى نطلع بره نشوف ايه الدنيا وادي اهو الظابط اهو اللي كان ضرب عليا نور في الاول آه فباجي بقى وانا خارج كده بهزر معاه بتكلم معاه فبيقول لي كويس ان انت نمت كويس آه يعني كويس ان انت ما عملتش حاجه مجنونه وانت نايم لان انا كنت هتلاقيني عندك في الاوضه وبام بام بام بيهزر معايا يعني ف, ف... فانا بقول له يعني فاكره بيهزر يعني ف... فبيقول لي لا ما انا ما بهزرش انا ال... بره بره الشلتر ده وبر ده في ناس مجانين فانا كنت هتعامل معاك على العموم بما ان انت بقيت كويس ويلكم تو ريفن شلتر ما تخافش بقى خلاص كده انت بقيت تمام أه... فبيقول لي بقى ان شيري واصحابها رايحين آه الى المكان تمام هنا انا خدت هنا التايتل بتاعي بقى سيرفايفر خلاص انا كده آه دخلت على آه الشلتر خلاص بقيت عضو في الشلتر آه طبعا الناس اللي بتنط دي مالكوش دعوه بيها الناس تانية بتلعب احنا هنروح دلوقتي نتكلم مع شيري يمكن شيري احنا شفناها في آه اول ما دخلنا مع دكتور مايكل هي يعني اللي عرفتني بدكتور مايكل وبعد كده آه مشينا يمكن شكلها صيني شويه مش عارف ليه او ياباني مش عارف وانا حتى اصلا شكل الشخصيه اللي انا عملتها حاسسه مش مش شبهه او شبهه هو شبه الشخصيه بس انا كنت ملبسونه نظاره مش عارف هو عن النظاره ليه المهم فهي بنتكلم مع شيري بتقول لي بقول لها يعني الموضوع كان خفيف وحبت حاجات فبتقول لي طبعا ده هنا احنا عاملين زي نصب تذكاري وتقدر تتكلم مع كين احنا النصب التذكاري هم جايين يحطوا فيه ورود علشان الناس اللي خسروها قبل كده في المعارك بنروح نتكلم مع كين وكين ده بقى هو القائد بتاع الشلطه القائد قائد الملجا اللي احنا قاعدين فيه اللي هو بتاع ريفن وهو المسؤول عن كل الناس اللي موجوده هنا بيقول يعني ما تخافش احنا هنا شلتر غير بقيه الناس اللي موجوده واحنا دايما بنعمل دلوقتي زي احتفال كده عشان نتذكر الناس اللي ماتوا في المدينه المفقوده آه بيطلب مني بعد كده ان انا اروح احط آه ورد على الميموريال يمكن عاملين مكان كده حاطين فيه صور للناس اللي, اللي فقدوها آه نصب تذكاري زيه زي وزي الموجود في اي منطقه تانية في آه المدينه اللي خسروها وادي زي ما انتم شايفين كده آه الراجل آه او الشخصيه بتاعتك بتقف وبيحط ورد وشيري بتحط معاه ورد وشيري يمكن هي من المعالجين محطوط عليها طب بتصلي كده نعم انت انتك ايه انت ماشي ما ما بحبش انا الحاجات الغريبه دي ولكن ماشي الريفن طبعا موجود هنا وطبعا بما ان اسمهم ريفنز فاكيد نلاقي ريفن موجود بيبتدي بقى نتعرف على الشخصيات هنرجع تاني نتكلم مع شيري فنتكلم معاها طبعا بقيه الشخصيات بتتكلم معاها سينج سينج جود باي تو مور اوف اور فريندز يعني متضايقه ولكن انا مش عارفه انا خسرت قد ايه بس الحياه بتستمر عامة انا شغالة ميديك هنا مع دكتور مايكل فلو محتاج أي حاجة أه تقدر أه تقولي. أه وأنا بحاول أنقذ أه ناس يعني مع دكتور مايكل في الـ الـ العلاج. أه وفي ناس كتير جدا في الشلتر. وبتقول طبعا بره احنا أه بنضطر حتى إن احنا نحارب ضد ناس من جنسنا زي فورمر جانجستر and طبعا فيه مرتزقة وفي ناس بقى خلاص العالم اتدمر فما بقاش فيه قانون الغاب هو اللي بيحكم. آه فبتقول لي يعني ما انا مش عايزه اصعب عليك الموضوع ولكن آه تقدر تروح آه يعني انت بيديك هنا آه بيقول لك يعني ممكن خلي بالك بقى ان اختياراتك هنا انت تعاملت معاها ازاي هتتعامل معاها بقسوه هتتعامل معاها بهدوء فبقول لها طبعا كلنا فقدنا ناس آه ويعني بتهديها شويه آه فبتقول لي انا رحت آه عملت لك ابلاي لراديو ستيشن وممكن تروح تتكلم مع ماتيلدا ماتيلدا دي هي المسؤوله عن الاذاعه جوه الشرطه طبعا الناس واقفه قدامي هنا ومش واقفين قدامي هم واقفين برضه بيتكلموا بيعملوا المهمه ده حد اهو به 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 ده هتلاقيه حد كاتب اسمه بالعربي غالبا ف يعني مش عارف المهم ان احنا هنروح الى ماتيلدا ماتيلدا اهي نتكلم معاها ويلكم تو ريفن يو ار سرفايفر روست سيتي هي ابتديت ابتديت تعرف قصتي ابتدت يمكن تشتهر ما بين الناس آه فبتقول لي بترحب بيا طبعا وهي هنا المسؤوله عن ال... ومش عارف هم ليه شكلهم كلهم يابانيين حاسسهم صينيين يابانيين كده بنبتدي نتكلم معاها عن آه ال... بيقول لي هنا will not affect افكت ستوري بروجريس خلاص يعني ما تخافش هو هنا بس بيعرفك القصه ماشيه ازاي فبتقول والله الدنيا ال... هنا يعني كان معسكر ويكين وكاسرين ودكتور مايكل اللي هم اول ناس آه خدموا هنا وبعد بعد كده طبعا احنا بنمشي الـ الـ الكلام عن طريق ان احنا بندوس فبيقول بعد الكارثه ما حصلت ويمكن الكلام ده من اربع سنين فقدنا كل حاجه مع الاتش كيو بتاعنا وكين ابتدى ياخد الجنود والشلتر والمكان ده وابتدى يستخدم المكان ده في ان هو ياخد الناس الامنين طبعا الناس هنا كلنا لابسين زي بعض بسم الله ما شاء الله كلهم واقفين قدامي وانا بتكلم ماشي أه فانا مش شايف الست وابتدوا يستخدموا بقى الفود والميديسن والوابن ابتدوا يجمعوا نفسهم هنا وابتدوا يعملوا المكان اللي احنا موجودين فيه هو طبعا بيسالها هنا على التاريخ فبتقول له يعني احنا الكلام ده من اربع سنين وشوف احنا وصلنا لحد فين ودلوقتي بقى عندنا آه كهرباء آه ستيبل بقى كهرباء موجوده على طول وبقى عندنا ميه آه فبنبتدي نتكلم معاها الشيلتر هنا فبتقول ان اول واحد فكر فيه هو الكين وبعد كده جيت شيري وكاسرين ورومان وتانج ويا يا فاجني وماشي وكمان دول يمكن الشخصيات الرئيسيه اللي جم هنا عملوا ولكن بتقول يا فاجني دا ده راح في مهمه وما رجعش تاني ويعني محدش يعرف عنه حاجه ممكن نبقى نشوفه بعد كده في القصه قدام أه فبتقول والله يعني أه لما بسألها عن الناس اللي موجوده هنا فبتقولي والله هو أه كين اللي ممكن يجاوب اكتر أه فبتقولي طبعا ما تنساش انك تستخدم الراديو وتعرف نفسك بالناس وهنا طبعا هم ما يقصدوش الراديو الراديو يقصدوا هنا زي ما يعني انتم شايفين كده سي تو اول ذا بلايرز او هنا بقى الناس اللي موجودين طبعا احنا هنا نتكلم للنيرباي I just arrived the دي جمله محفوظه كده of the motorbike it was dangerous out there ده هي جمله كده هو اللي 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 كاتبينها طبعا بمجرد ما تدوس سند هو بيقول لك بس انك تقدر تغير الدنيا هنا فبص على الهدوم يعني بتقول لي هدومك نظيفه كده وكويسه لو لو كل الناس نظيفه زيك كده ما كانش المرض انتشر طبعا شكرا شكرا ولكن خلينا هنا بقى نكتب ناس لل او نكتب كده بقى للناس اللي موجوده أه صفا عالدي وفي فوكس وفي في ناس كتير فهقول لهم أه يعني أه تابعونا على اليوتيوب عشان بقى ناس تتابعنا اكتر من الناس اللي بتلعب اللعبه أه وتقدر طبعا في ايموجيز في كل حاجه يمكن موجوده في أه الشات اللي موجود هنا وفي وولد في تيم وهنشوف الشات يمكن اكتر ولكن هو هنا بيعرفنا بخاصيه الشات اللي موجوده طيب آه مهمتنا ايه تاني بعد كده ان احنا نروح نكلم كين يمكن هي بيطلبوا مني المهمات طبعا موجوده فوق على الشمال وهنفهم اكتر آه مع مرور القصه ومع الحاجه آه جوه هنشوف الدنيا هتكون واصله ازاي نروح برضو نتكلم بقى مع كين ويبتدي يقول لي على المهمات وبيقول لي يعني مش مصدق ان احنا الكلام ده من اربع سنين ومن ساعه الكارثه ما حصلت ومتوقع ان الدنيا هتهدى شويه ولكن للاسف الميوتيشن او التحور اللي حصل فيه الفيروس يمكن دخل في مرحلته التانية وكمان فيه قطاع الطرق اللي موجودين بره وكمان بيحصلوا على قوه قوه فاير ارم بقى وطلق نار كبيره جدا وطبعا احنا ريفن سكواد ده او هم المكان اللي احنا فيه هو بيطلب مساعدتي في ان انا امن مكان تاني و اختياري يعني بقول له طبعا ان انا هساعدهم. بيقول لي معلش يعني انا عارف ان انت لسه واصل والدنيا بايظه ولكن يعني انت شايف يعني في زومبيز بره وفي قطاع طرق والدنيا ايه خربانه العالم بينهار يعني. فمعلش يعني مضطر ان انا نطلب مساعدتك يعني وفي سيرفايفرز كتير في بره محتاجين ان احنا نساعدهم. آه وبنفهم برضو من الـ الـ القصة ان احنا ما نقدرش بس ان احنا نساعد نفسنا احنا هو بيحاول يساعده اماكن تانية في اماكن تانية حوالين القاعدة اللي هما فيها دي آه، في اماكن تجمعات تانية للناس آه واحنا مطلوب مننا ان احنا آه، برضو نساعدهم آه، مع الايفنز ويمكن دي احد الخصائص اللي موجودة في اللعبة آه، فبيقول طبعا احنا بنحارب الى مستقبل البشريه كلها مش مش مجرد ان احنا هنا الموضوع ابتدى يكبر قوي اه فبيقول لي انا جالنا من حته اسمها ريد وودز ودي يمكن جنبنا اه طالبين مننا دعم طالبين مننا مساعده اه وطبعا اه يعني هم مش 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 اعداء مش, مش او مش اه مش حلفاء لينا ولكن برضه هم قريبين مننا فاحنا اه بطلب منك انك تروح اه كسر وكاثرين دي اللي هي التكتيكال اكسبيرت او آه هنفهم بعد كده يمكن آه كل واحد ليه ليه ميزه في الفرقه اللي موجوده دي والتكتيكال اكسبيرت دي عشان هي آه اللي انا فهمته ان هي شغاله في الجيش تمام كا كانت ظابط جيش قبل كده فعشان كده هي يمكن بتهتم وهنا دي هي دي فبتقول فبتقولي فورمال ريسك سكواد لوتينت هي اصلا كانت منازم في الجيش وهي المسؤوله عن التكتيكال اوبريشن <applause> وبتقول لي انا عرفت اللي حصل في الجنك يارد يعني وكويس ان انت لقيت ال, ال ال بتعرف تستخدم اسلحه ناريه فبعيدا عن الريفنز في سمول شيلترز في حتت فيها ناس عايشين ولكن بعيده عن المكان نفسه اللي احنا فيه فاحنا بنسميها اوت بوست تمام والاوت بوست ده بيبقى فيه مجموعه من الناس وساعات بنروح نساعدهم او في ناس فيهم الايز في ناس فيهم آه بيبقوا آه متمردين عندنا او مش متمردين عندنا يعني بيكونوا اعداء مش وقطاع آه طرق بقى هم شايفين ان هم يعيشوا حياه مثلا مرتزقه يعني ولكن الريد وود ال الريد وود دي فورست دي المكان اصلا كان فيه مجموعه آه من آه قطاع الاخشاب وهربوا في الاخر راحوا هناك وده اللي احنا هنفهمه برده من وسط الكلام ولكن آه بيبتدي آه يطلب مني ان انا قبل ما اتحرك اروح آه اروح اشوف الـ الـ التاجر اللي موجود وبرضو بيحاولوا يعرفوك بكل اغلب الشخصيات اللي موجوده تمام آه وهنا احنا نقدر نروح الجولد ستور او الكرافتنج ان اي مكان انا آه بلاقيه ولكن احنا هنا عايزين نروح الى آه المكان اللي فيه التاجر تمام عشان برضو نبتدي نشوف احنا كده اتعرفنا على المهمات واتعرفنا هنا طبعا الاطقم اللي موجوده لو في زي ما انتم شايفين في لبس كتير في تشيرتات في بنطلونات في لبس في يعني في كل حاجه في تنوع كبير جدا يمكن اللعبه انا عارف ان في ناس كتير عرضوها قبل كده ولكن ده رسميا بقى اللعبه بقت شغاله وما كان كل ده كان تجارب في الاول ولكن دلوقتي اللعبه بقت شغاله بشكل رسمي والسيرفر بتاعتها شغاله بشكل رسمي وان شاء الله تستمر آآ في ناس هنا طبعا آآ, آآ يعني في لغات هنا برضو محتاج اعتقد ان هم هيبتدوا يضيفوا ممكن بعد كده ترجمه للغات دي لان انا مش فاهم يعني مثلا في حد كاتب جمله ولكن انا مش فاهمها روسي او لغه غريبه كده يوناني بقى مش عارفين المهم ان احنا بنروح نتكلم مع كلينت وكلينت ده هو بيكلمني بيقول انا كلينت و وفريندلي نوبرهود مارشنت انا خلاص انا التاجر اللي موجود هنا وبيقول لي طبعا انت جديد هنا فاحنا عندنا عرض النهارده مميز جدا لما تشتري 500 طلقه هنديك البارود اللي تحطه جوه الطلق ببلاش يعني انت بتشتري طلق فاضي وبيبتدي تاخد بارود وتبتدي تحط جوه وناخد بالنا بقى, بقى ان هي زي ما قلنا هي مش لعبه فيرست بيرسون شوتر لا هي لعبه هنا البوليت كيزنج انت بتاخد البوليت نفسها هتاخد 500 هي الواحده باتنين فهتاخد ب 1000 طبعا زي ما انتم شايفين معايا 5400 فوق أه معاه كميات يعني أه كويس معرفش هو موجود منين برضو من الكم مهمه اللي احنا عملناهم دول فهنشتري ال1000 دول هو هيديني بارود هيتحطوا جواهم فهقدر اعمل ال500 طلقه دول اقدر استخدمهم فهو قال لي اهو أه خلاص انت حصلت على ال500 طلقه وحصلت على البارود بتاعهم وزي ما انتم شايفين فيه حاجات كتير نقدر نزرعها نقدر نعمل ناخد بالنا ان اللعبه زي ما قلنا هي لعبه سيرفايفل ولكن الانترفيس بتاعها مختلف خالص طيب خلونا هنا نخش على الكرافت وادي هنا الارمور كريت هت او ايمو كريت آه عفوا آه ايمو مش ارمور آه هيتعمل اهو تحت كرافتنج كوست 506 يعني سته بس من باودر بمجرد ما بعمل كده خلاص هو عمل له كرافت تمام ادي آه اهو ال 6 وال 500 يعني احنا ال 6 دول هنحطهم جوه ال 500 هتسالوني ازاي 6 هنحطهم جوه ال 500 ما هو احنا مش عارفين 6 ايه وما 6 كيلو ولا 6 ايه أه ولكن ستة ستة وحدات هنبتدي نغيره ونبتدي يوز ام بلانش أه خلاص كده احنا هنبتدي نستخدم بقى الايمو اللي معانا أه حد تاني هنروح نبص عليه وهي أه ليندا وليندا يمكن أه مش يعني اشكالهم كلهم هم عاملين مش عارف هم عندنا ليه حاسسهم كلهم يابانيين صينيين مش فاهم يعني مش عارف ليندا بتقول طبعا انا بديك الاكل ده ادتنى اكل بس قالت لي دي اول مره بس ببلاش ولكن بعد كده يعني هيبقى بفلوس ولو عايز حاجه اي حاجه تقدر تشتري وما تزعلش مني احنا لازم ناكل كل الناس اللي في الشلتر ده فيعني ناخد بالنا بس ان في الاول بس اول مره هتديك اكل ببلاش يمكن كان اللي دفع حسابه ولا حاجه هنا طبعا زي ما انتم شايفين في ايج ميت شيلي فلاور كان يعني في في اكل على طول وفي طبعا حاجات مستنيه لما نعلى بالمستوى آه كده يمكن اغلب الحاجات اللي موجوده وناخد بالنا زي ما قلت آه في الاول آه هي آه هي لعبه سرفايفل فهنا ادي هنا مثلا ووم ليزر الماكسيم اتش بي التورسو ارمور هنا انت بتشوف انت بتاخد ايه هنا مثلا ده اضعف من اللي انا آه لابسه آه هنعرف بقى بقيه الحاجات دي التطويرات والحاجات دي آه فنبتدي ناخد آه بالنا السيمبل باندج دي برضو بتاعت هنا دي كان اللي انا خدتهم منها مش عارف صراحة اللبس ده ايه. اه في اكل في مشيت في درون طبعا زي ما انتم شايفين في اسلحة تحت اهي في صنارة وفي اه اه فاس و و, و, و ومعول كده. عشان نبتدي بقى نكسر الخشب وهنشوف انا زي ما قلت لكم هي في الاول هي لعبة سيرفايفل وهي دي الميزة اللي فيها. قبل ما نخش نتكلم مع كين كده ناخد بالنا بس ان في هنا دول الهدايا اللي كان حد عامل بريجستر فممكن لو حد مش عامل بريجستر ونزلها بعد ما نزلنا الفيديو ده ممكن تبقى الهدايا دي ما تكونش موجوده انا عشان كنت عامل بريجستر وكنت مستني اللعبه اصلا ان هي يحصل لها تنزل بشكل رسمي يعني فعشان كده هم بيدونا الجايزه دي المهم ان احنا خلاص احنا احنا كده تمام جبنا اسلحه وخدنا اكل وخدنا بوندج وخدنا كل حاجه فبيقول لي خلاص كده آه تمام انا مستنيكم لما ترجعوا وروح بقى الى آه شيري ولكن آه انا هوقف الفيديو على كده لان احنا وصلنا يعني دخلنا في 40 لان الفيديو يمكن هيبقى طويل قوي وان شاء الله هنزل فيديوهات الفيديوهين التلاته اللي بعد كده هيكونوا بسرعه آه في آه اندون ويمكن لعبه قويه جدا هتشوف إيه كمان التطورات اللي فيها وهنشوف السرفايفل والاداء اللي فيها والضرب هيكون عامل ازاي واحنا في الفيديو بتاعنا طبعا بفكركم بهدفنا ان احنا نوصل 5000 مشترك في الفتره الجايه فاي حد بيتفرج علينا مش دايس على زرار المتابعه يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس ما تنسوش لايك وشير وقولوا لي كده ايه رايكم في اللعبه الجديده دول? واستنونا في فيديوهات ثانيه من قناتكم ايجيبشن جيمرز